أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. دير بالك من الحمد لله. دير بالك من رب العالمين. بس أقول أعطينا طريق يا متور، أعطينا طريق، أعطينا طريق. الحمد لله رب العالمين. نحن الآن متواجدون داخل قرية تل ملح التي تمكنت الفصائل المقاتلة من السيطرة عليها وتحريرها هنا تحديدا على هذا الأوتوستراد، هو أوتوستراد أسقلبية محردة، تم قطعه بشكل مباشر من قبل الفصائل المقاتلة جميعها، هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش العزة والعديد من الفصائل الأخرى. نلاحظ هناك على الطرف الآخر باتجاه الأسقلبية أيضا كان هناك أكثر من 60 قتيل لميليشيا أسد، بينهم ضباط برتب مختلفة. الآن طيران الحربي الرشاش هو في الأجواء وطيران الاستطلاع لا يفارق الأجواء. العمليات العسكرية مستمرة من قبل الفصائل المقاتلة، الآن انطلاق على محاور أخرى وجديدة باتجاه مناطق أخرى من أجل تحريرها. جميل حسن، أورينت نيوز، ريفو حما. السلام عليكم.